ولكن يعني انا شفت ان هنا دخلت ويعني الامور اتغيرت. فازيك يا هنا؟ برحب بحضرتك طبعا يا كابتن اسلام وزميلي العزيز كريم قدرك وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. سعيده جدا طبعا اني هكون معاكم النهارده في فقره الاخبار. هتقول لنا النهارده الاخبار، عندنا اخبار كتيره جدا تخص النادي الاهلي. يلا بقى عشان كل جمهور النادي الاهلي ينتظر ايه اللي حصل للنادي الاهلي في بعثه النادي الاهلي في ابو ظبي. مظبوط يا كابتن اسلام، يعني زي ما عودنا جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي هنبدا في البدايه باخبار النادي الاهلي وعشان نعرف بقى كل جديد عن النادي الاهلي. خلاص الفريق اغلق صفحه مباراه بالميرس وهيبدا من بكره ان شاء الله الاستعداد لمباراه الهلال السعودي لتحديد بقى صاحب المركز الثالث والمقرر ليها يوم السبت المقبل واللي هتتلعب على ملعب النهيان الساعه 3 العصر. يعني بالتاكيد طبعا المواجهه هتكون قويه بين فريقين كبار واحنا كلنا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا على قدر من المسؤوليه وهيوصلوا الانجازات ويحققوا البرونزيه للمره الثالثه. مباراه السبت طبعا هيغيب عنها ثنائي الفريق اللاعب ايمن اشرف بسبب الطرد وكمان اللاعب محمد مجدي قفشه بسبب حصوله على الانذار الثاني في مباراه الامس. لسه مستمرين معاكم مع اخبار النادي الاهلي، وبالفعل بدا حجز تذاكر مباراه تحديد المركز الثالث بين الاهلي والهلال السعودي اللي كان مسؤولي طبعا الاهلي استفسروا عن موعد فتح التذاكر، كان الرد ان هيكون في 5000 تذكره هيتم بيعهم لجهات معينه متفق عليها والباقي ان شاء الله هيتم بيعه من خلال فتح الحجز بعد مباراه الهلال وتشيلسي اللي خلصت بفوز تشيلسي. وفعلا بدا الحجز حاليا ويحق لكل الجماهير الحجز لحين انتهاء التذاكر المحددة للمباراة. كمان بقى نروح للخبر الأكثر تداولا على السوشيال ميديا والنهارده. قبل ما تروحي للخبر الثاني يا هنا، لأنه ده خبر كان مهم جدا يا كريم امبارح، كان تقريبا ناس كتيرة جدا بتتكلم عن يعني ليه جمهور بالميرس كان متواجد في مدرج أو في المدرجات أكتر من جمهور النادي الأهلي، وطبعا اتضح لنا أن يعني كل جمهور بالميرس خد كل التذاكر تقريبا، عشان كده اللجنة أو الناس اللي مسؤولة في على التذاكر المرة دي عملوا 5000 تذكرة مفتوحين والباقي لسه مقفولين لغاية ما بعد نهاية المباراة. لغاية ما تتضح الصورة. عشان لغاية لما تتضح الصورة على عكس اللي حصل قبل المباراة السابقة الحقيقة، فجمهور بالميرس كان هو الأكثر لأنه هو اللي خد التذاكر الأكثر. أكثر بكتير، ده هما كانوا ثلاث أرباع الباليين ثلاث أرباع المدرجات تقريبا. من يوم ما بدأت أو من يوم ما القرعة اتعملت هما عارفين أنهم هيلعبوا امبارح. فالنادي الأهلي لا. النادي الاهلي كان ممكن لا قدر الله واتغلب ما كانش هيلعب يوم السبت. صحيح صحيح. هي دي كانت القصه يعني. فده كان مهم جدا الشرح ده، والنادي الاهلي النهارده عرفنا ان هو يعني تساءل عن موضوع التذاكر وعرفنا خلاص ان هم بيقولوا ان يعني هم 5000 تذكره بس اللي اتفتحوا والباقي ان شاء الله ما بعد المباراه او زمانهم اتفتحوا زمانهم خلصوا. طبعا اكيد. اتفضلي يا هنا. يعني زي ما كنت بقول نروح بقى للخبر الاكثر تداولا على السوشيال ميديا، والنهارده صفحه بايرن ميونخ استعدت ذكرى مرور عام على مواجهه الفريق الالماني للاهلي في الدور قبل النهائي لمونديال الانديه، ونشرت صوره تجمع بين طبعا مانويل نوير حارس مرمى الفريق الالماني ونجمنا محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي. المباراه طبعا كانت انتهت بفوز الفريق الالماني 2-0، وكان نال النادي الاهلي بعدها الحقيقه استحسان الجماهير في مختلف انحاء العالم على بقى مردود اللي قدمه خلال المباراة. يعني حقيقة يا كابتن إسلام أنه النادي الأهلي دايما بيشرفه مصر والكرة الإفريقية في المحافل العالمية كلها. الإيه؟ النادي الأهلي الحقيقة بيشرف مصر والكرة الإفريقية في المحافل العالمية. مزبوط. وده طبعا من خلال اللي شفناه من خلال صفحة بايرن ميونخ. مظبوط، لأنه النادي الأهلي الحقيقة في حتة تانية ومحدش لعب بايرن ميونخ كتير. برضه بمناسبة الكلام اللي أنت قلته في الأول، محدش لعب بايرن ميونخ كتير. طب. يعني أو محدش لعب بايرن ميونخ خالص. صح؟ ما احنا نرجع ونقول النادي الاهلي ليه شديد الخصوصيه ومتفرد ومحطم للارقام القياسيه. مزبوط. وسباق ورائد وكل الحاجات الحلوه دي مش جايه من فراغ طبعا. ولا طق حنك جماهير مجرد بتشعر بانتماء لناديها، دي وقائع، واللي عنده شك في هذا الكلام يرجع مره ثانيه لكتب التاريخ وهو هيتاكد بنفسه. نرجع بقى لكتب التاريخ.
اتفضلي. نروح بقى من اخبار النادي الاهلي الاخبار الفرق الاخرى وبالتحديد نادي الهلال السعودي ومديره الفني ليوناردو جاردم اللي قال نفس الكلام اللي كان قاله مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عن نظام كاس العالم للانديه وانه غير عادل. قال مدرب الهلال انه مش من العدل ابدا ان نلاقي فريق بيلعب 4 مباريات في ظرف 8 ايام وفريق اخر بيلعب مباراتين بس. يعني الكلام ده كان طبعا قاله مستر موسيماني من اول يوم والنهارده بنسمعه تاني من مدرب الهلال السعودي، وطبعا لحد دلوقتي الفيفا ما ردش نهائيا. لسه مستمرين مع فريق الهلال وبالتحديد مدافع الفريق علي البليهي اللي هاجم حكم مباراه فريقه ضد تشيلسي الانجليزي في نصف نهائي كاس العالم للانديه النهارده. مدافع الهلال بعد المباراه قال ان الحكم ما كانش كويس وحسب اخطاء عكسيه ورفض بحسب بعض الكروت للهلال في مناطق خطره جدا على تشيلسي، وكمان قال الحمد لله قدمنا مباراه جيده وبنستعد مباشره للمباراه القادمه. الهلال السعودي هيلاعب الاهلي يوم السبت في مباراة طبعا الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، يعني أكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا النادي الأهلي، إن شاء الله يوم السبت نكون بنحتفل بتحقيق برونزية جديدة. يا رب إن شاء الله وتبقى البرونزية الثالثة في تاريخ النادي الأهلي، يا رب. نروح بقى للصحافة الإماراتية وصحيفة البيان الإماراتية علقت على خسارة الجزيرة ممثل الإمارات في مباراة ضد مونتيري المكسيكي بنتيجة 3-1 في كأس العالم للأندية. الصحيفة الإماراتية قالت أن نادي الجزيرة كان متأثر بغياب 6 من لاعبيه الأساسيين ضد مونتيري، وبعد الخسارة النهاردة احتل نادي الجزيرة الإماراتي المركز السادس ونادي مونتيري المكسيكي المركز الخامس في كأس العالم للأندية. ولسه مستمرين مع الصحافة الإماراتية وموقع العين الإخباري الإماراتي هاجم مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر بعد طبعا احتلال المركز السادس في كأس العالم للأندية. قال الموقع في تقريره المنشور اليوم ان مارسيل كايزر خيب الأمال مجددا وانه ما قدرش يدير المباراة بالشكل المناسب. نروح بقى اخيرا لفريق بالميرس اللي بكاس العالم للانديه عمل رقم قياسي لانديه البرازيليه اللي بكده هتبقى وصلت للنهائي 9 مرات من بدايه البطوله. كمان وصول بالميرس للنهائي هيبقى البرازيل صاحبه اكبر عدد من الممثلين في نهائي كاس العالم للانديه، وهتكون بهذا الرقم كسرت رقم الانديه الاسبانيه اللي وصلت 8 مرات بس للنهائي. بطوله كاس العالم للانديه طبعا كانت بدات سنه 2000 وانديه البرازيل دايما بتحقق نتائج جيدة فيها. لسه كمان ردود أفعال فوز الأهلي على مونتيري مستمرة، خاصة أن هناك حالة غضب شديدة جدا من جماهير الفريق المكسيكي بلغت حد تهديد جماهير الفريق مونتيري بإلقاء البيض على مقر النادي وعلى أجاري المدير الفني للفريق، وأنه إذا لم يتم إقالته طبعا هيكون في غضب كبير جدا من قبل الجماهير. يعني طبعا في مونديال الأندية ده بسبب خسارته في المباراة الأولى أمام الأهلي بنتيجة 1-0. يعني دي كانت فقرة أخبارنا النهاردة. طبعا قبل ما أختم كلامي بتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي زي ما قلت، إن شاء الله يوم السبت يحققوا نتيجة كبيرة ونحتفل كلنا طبعا معاهم بتحقيق برونزية جديدة. يا رب إن شاء الله بإذن الله. وبنشكرك طبعا جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة والأخبار المختلفة.